بعد قضاء يعني فترة العقوبة بطبيعة الحال، هل المجتمع كي يعني يستطيع أن يغفر للسجناء؟ وبالتالي هل هناك ثمة فرق ما بين السجينة المرأة وسجين الرجل على المستوى تقبل المجتمع لهم بعد الحرية ربما؟ طبعا فيما يخص تقبل المجتمع للمرأة السجينة، وهل هناك اختلاف بين تقبل المجتمع للمرأة السجينة والسجين بصفة عامة؟ ربما أظن أن المجتمع لا يتقبل المرأة، يعني المرأة السجينة بعد الإفراج عنها مقارنة بالرجل، يعني ما كيكونش هناك واحد الغفران لها مقارنة بالرجل، ولا ربما الوصم الاجتماعي يطالها أكثر من الرجل. وهناك دائما تلك الصورة النمطية التي تتبعها، الصورة النمطية السائدة عن النساء السجينات. طبعا للأسف المرأة عند الإفراج عنها لطالما يعني عند الإفراج عنها تجد نفسها أمام قسوة المجتمع، وأحيانا أيضا أمام قسوة الأسرة نفسها. يعني ولكم أن تتخيلوا التبعات النفسية لهذه الوضعية، واللي ربما تجعل المرأة تتعاطى مرة أخرى للإجرام وربما العودة للسجن، وهذا ما كيجعل ظاهرة العود في صفوف المرأة السجينة ربما تتفاقم.